البروسيسور او المعالج او السي بي يو زي ما انت بتسميه هنختلف، ولكن اللي مش هنختلف فيه ان البروسيسور الغلطة فيه بتزعل جامد قوي. من الاخر كده نزل بالعيار التقيل وبيعور اي حد ما بيعرفش يركبه بسبب البنات الصغيرة خالص اللي فيه. ليه؟ لان انا وبض. فالنهاردة ان شاء الله هعلمك ازاي تركب وتفك البروسيسور كمان. فمن رأي تأخير خلينا ندخل في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. والنهاردة ان شاء الله هنتعرف مع بعض ازاي نقدر ان احنا نركب ونفك البروسيسور. طبعا في الفيديو اللي فات عرفتك ازاي تقدر تركب المروحة على البروسيسور، فالنهاردة ان شاء الله هعلمك ازاي تركب البروسيسور. بس قبل ما تشوف البروسيسور روح شوف الحلقة بتاعت المروحة الاول علشان تقدر انك تركبها بكل بساطة. طيب يا شباب دلوقتي انا عملت لكم زوم على سوكت البروسيسور اللي في المذر بورد. اوقات لو انت المذر بورد بتاعتك جديده هتلاقي فيه زي ما يكون هنا اهو كده وبلاستيكه سودا، ما تخافش دي هتتشال لوحدها اساسا اول ما نركب البروسيسور. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه عايز انبه ان بروسيسورز بتاعت انتل مختلفه تماما يا ابو الصحاب عن اي ام دي، لان اي ام دي عامله شبه الجار السو الانتل بين السوكيتات بتاعتهم بتبقى مختلفه تمام. وهنزل لكم ان شاء الله بتاعت اي ام دي قريبا جدا على القناه. اول حاجه بتعملها انك بتسمي لو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا في رمضان بقى خلينا نكسب ثواب كده بالمره، وبتاخد بعضك بتلاقي فيه دراع او الدراع ده لما بتتك عليه كده بتلاقيه يتحرك معاك. هتتك عليه كل حاجه بالراحه، كل حاجه ايه بالراحه، هتاخد بعضك تتك عليه كده وتقوم جاي سحبه ايه على بره واحده واحده تمام، وتقوم جاي مرجعه على ورا هتلاقيه بدا يرجع معاك وبدا يتخلع معاك تمام تمام. هتلاقي على المذر بورد عندك فيه نوع سهم ابيض تمام، وفي نفس الوقت لو بصيت على البروسيسور بتاعك هتلاقي برضو فيه سهم اصفر تحت على الشمال اهو. ايوه يا عم يوسف، يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك بكل بساطه عشان تعرف الاتجاه يبقى كده ولا كده ولا ايه بالظبط. هتاخد بعضك تشوف السهم ده فين وتمشيه مع السهم ده زي ما احنا شايفين اهو بالمنظر ده. خد بالك علشان لو انت حطيته بطريقه غلط او بشكل معاكس البنات اللي باللون الذهبي اللي تحت دي هيطلع عينيها حرفيا. الحقونا اغسونا اغسونا يا الله ونعم الوكيل. هتاخد بعضك بسم الله الرحمن الرحيم كده وتمسك البروسيسور من الاطراف تمام، ما ايدك ما تلمسش تحت، تمسك البروسيسور من الاطراف وتاخد بالك السنون دي بص لو نفخت فيها هتتني اساسا. فواحده واحده انا مش بخوفك انا بس بقول لك خد بالك تمام. بقى ثابت في مكان، لو تلاحظ اهو السهم ده اصفر هنا، كل حاجه دي عايزه دقه خد بالك. هتلاقي الدراع بعد كده هتاخد بعضك تنزله كده واحده واحده تمام، تاخد بعضك تركبه كده اهو تمام، تتك واحده 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 كده اهو بالمنظر ده بسم الله الرحمن الرحيم، وهتلاقي الحكايه خلصت معاك البروسيسور اتركب يا معلم. ايه ده يوسف خلاص انا هقفل الفيديو يلا بينا شغل الكمبيوتر. هقول لك لا ما تشغلوش هيفرقع في وشك يا عم. عارف ليه؟ لان انت لغايه دلوقتي لسه ما عملتش لايك وعايز تسيبني في نص الحلقه، فصلي على النبي كده واهدى وهنكمل دلوقتي. القطع اللي انت شايفها قدامك دي اسمها الثيرمال بيست او المعجون الحراري، ده وظيفته ان احنا بنحطه هنا هو على البروسيسور عشان يقوي النقل الحراره ما بين البروسيسور والمروحه. فلازم بتشتري لك واحده منه، اوعى تشتري اللي انا شاريها اللي ب 20 جنيه دي معفنه يا عم ما بتنقلش حراره، روح اشتري لك حاجه محترمه كده اهو من كولر ماستر ب 100 جنيه ولا ب 150 جنيه. لكن لو معاك ما فيهاش حاجه يا عم هي المعفنه اثرت معاك بحاجه يلا بينا، بس ما تزعلش مني لو الجهاز فرقع في وشك يعني ما علينا. تاخد بعضك بسم الله الرحمن الرحيم كده بتحط على دي حته كده في النص ايه يعني كده كده حلو قوي كده كتير كمان. بعد كده بتيجي تاخد بعضك كده وتحط المروحه في مكانها بسم الله الرحمن الرحيم بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وبعد ما ركبنا المروحه شباب انت كده تبقى جاهز 100% انك تستعمل الكيسه بتاعتك وركبنا البروسيسور بالطريقه الصحيحه. بس كده شباب ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، وشيروا الفيديو بين كل اصحابكم. في عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات. اوعى تنسى اوعى تنسى المعجون الحراري او الثيرمال بيست زي ما بيقولوا عليه. بس كده كان معاكم يوسف نصر في امان الله.